انطلقت أعمال المؤتمر 14 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والذي كان عنوانه الرئيسي تكنولوجيا الرحم الاصطناعي، بمشاركة واسعة للمختصين في هذا المجال كالجانب الطبي والقانوني والشرعي. وشدد رئيس المؤتمر على أهمية هذا الموضوع الذي يعد من الطفرات العلمية الحديثة، مشيرا إلى أن أهميته تنطلق من إمكانية تطبيقه على الإنسان بعد نجاح تجاربه على الحيوان. كان هذا المؤتمر لمناقشة الرحم الصناعي وما يترتب عليه من كل الجوانب الدينية الشرعية، من الجوانب الأخلاقية والإنسانية، من الجوانب الاجتماعية، ما له من منافع وما له من سلبيات قد تعود بالضرر على البشرية جمعاء إذا ما انزلقت دون ضوابط. نطرح التعليق من الناحية الصحية والجوانب الصحية ماذا يتوقع وما هو مجهول، ثم الجوانب الشرعية الدينية، نظرة الإسلام ونظرة الأديان الأخرى لهذا الجانب، ثم نأتي للجوانب القانونية، كيف تضع ضوابط قانونية الدولة لمثل هذا الحدث. محاور عديدة سيناقشها المؤتمر الذي سيختتم أعماله يوم غد الخميس من خلال جلساته الست، بمشاركة عدد من العلماء والأطباء لتسليط الضوء على كافة الجوانب المحيطة بتكنولوجيا الرحم الاصطناعي. العنوان بحد ذاته تحدي، لأن هذا في مرحلة التجارب وطبق الآن في مرحلة المختبرات والحيوانات وأثبت نجاح وهو قادم بسرعة، فكون اختيار هذا العنوان هو استعداد استباقي بدل أن يكون ردة فعل عندما تتوفر مثل هذه الأشياء. التحديات شرعية، طبية، اجتماعية وقانونية، كل هذه الأمور حقيقة تحت كل عنوان من هذه يمكن 10-12 عنوان. وظيفة النواحي الدينية والشرعية والأخلاقية هنا أن تقدم القاعدة التي تضبط مسار العلم ومسار الطب حتى لا يشتط وحتى لا يخرج عن مساره، فتبين ما يجوز وما لا يجوز من الممارسات الطبية، وهذا ما نفعله الآن. يعني نحن نتكلم افتراضيا، إذا نجح وإذا حدث الرحم الصناعي وأصبح واقعا متاحا، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من هذه الممارسات؟ ويهدف المؤتمر في ختام فعالياته إلى إصدار الوثيقة الأولى من نوعها لوضع ضوابط شرعية وأخلاقية وقانونية تنظم استخدام تكنولوجيا الرحم الاصطناعي. 6 محاور رئيسية سيناقشها المؤتمر على مدار يومين لتغطي كافة الجوانب الخاصة بتكنولوجيا الرحم الاصطناعي، سواء الشرعية أو الطبية أو حتى الاجتماعية منها، والذي يعد من الاكتشافات الطبية المهمة إذا ما تم تطبيقه على الإنسان. حمد النبهان، تلفزيون المجلس.